فعلى بركة الله متابعي قناة شوف سيفي حما بكم معنا في هذا البث المباشر على القناة وإليكم حصيلة اليومية ولله الحمد لله كنشوفوا انخفاض كبير ديال نسبة الإصابات واللي ما بقيناش كندوزوا عتبة 5000 و 4000 إصابة اللي كنا سجلناها في الأشهر السابقة ولينا كنشوفوا أقل من 200 300 إصابة متابعي قناة شوف سيفي. فشكر خاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الخطة الاستباقية اللي نهجها للقضاء على الكوفيد 19 وشكر خاص أيضا لجلالة الملك على مبادرة السامية ديال اللقاح اللي وصل المغرب وبدات عملية اللقاح في الوقت ديالها متابعي قناة شوف سيفي. وشكر خاص أيضا للمغاربة اللي توجهوا مراكز التلقيح وخداوا اللقاح ديالهم أصدقاء القناة قناة شوف سيفي. فدائما إقليم تازة كتسجل صفر حالة إصابة متابعي قناة شوف سيفي. بالنسبة للحالات مؤكدة لهذا اليوم فالمملكة المغربية كتكون سجلت 395 حالة إصابة مؤكدة بالكوفيد 19 ليصل مجموع الحالات الإجمالي إلى 520423 حالة إصابة مؤكدة. أما عدد الوفيات هذا النهار بالمملكة المغربية هذا اليوم 5 حالات وفاة متابعي القناة ليصل مجموع حالات الوفيات 9195 حالة وفاة فيما يخص المتعافون ولله الحمد 372 حالة تعافي متابعي الكرام ليصل المجموع 508210 بالمملكة المغربية منذ بداية الإصابة بالكوفيد سجلت نسبة ديال 508210 ديال حالات التعافي. أما بالنسبة للحالات النشطة متابعي قناة شو تي في فتسجلت 3840 حالة نشطة متابعي القناة. بالنسبة للمغاربة اللي خداو اللقاح ديالهم الجرعة الأولى فقط سجلت 8 مليون مغربي و 961585. اما بالنسبه للجرعه الثانيه او دوزيام دوز فتسجلت 5 مليون مغربي خداو اللقاح و 781207 متابعي قناه شوف تي في. فالله يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكه المغربيه ولتذكير المزيد ثم المزيد من التدابير الاحترازيه الكمامات مسافه الامان التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقايه فالوقايه خير من العلاج. نتمنى والله يرفعنا ربي هذا الوباء وهذا البلاء من ربوع المملكه المغربيه وللتذكير في الحالات المؤكده لهذا اليوم 395 حاله اصابه. وهنا إشارة أننا ما بقيناش كنسجلوا عتبة 4000 و5000 و3000 إصابة ولينا كنسجلوا فقط أقل من 395 حالة إصابة. الوفيات ما بقيناش كنسجلوا 100 200 300 وفاة يوميا ولينا كنسجلوا 5 حالات وفاة متابعي القناة. بالنسبة للمتعافون 372 حالة شفاء ولله الحمد متابعي قناة شوف تي في. بالنسبة للمغاربة اللي خذوا اللقاح ديالهم وشجعوا المبادرة متابعي القناة فتسجلت 8961685 مغربي خداو اللقاح الجرعة الأولى. أما الجرعة الثانية متابعي قناة شوف تي في فتسجلت 5 مليون مغربي و 781207. فاللهم ارفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية وللتذكير المزيد من التدابير الاحترازية الكمامات مسافة الأمان التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية فالوقاية خير من العلاج وخير ما غنختموا به أن إقليم تازة سجل 0 حالة إصابة. من قلب إقليم تازة متابعي قناة شوف تي في أستودعكم الله.